السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم امين. ست الحبايب يا اغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض النهاردة ان شاء الله في وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد، وان شاء الله يا رب وصفتنا تعجبكم النهاردة وتقومي بعد الحلقة تنفذيها على طول. هنعمل ايه النهاردة في الحلقة؟ هاتيلي بقى شوية خضار مشكل كده حلو، بطاطساية على كوسيتين على فاصوليا خضراء على كيس بسلة بجزر، سواء انت عاملاها في الفريزر مخزناها في الفريزر او كمان جايباها من الشركات اللي هي المجمدة العادية، لميلي شوية خضار حلو كده، اي خضار انتوا بتحبوه، وهاتيلي كده نص كيلو سجق، وتعالي نعمل صينية تورلي بالسجق النهاردة تغدي العيلة كلها. بسم الله ما شاء الله عليها. السجق هيدي للخضار طعم وريحة وغناوة ما اقولكيش جميلة قد ايه. شوية رز بشعرية جنب الصينية الحلوة دي وخلاص جبرنا النهاردة ان شاء الله، غدينا العيلة وعيلة العيلة كمان. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. انا عندي سجق، طبعا مش هقول لك وزن اللي تقدري عليه، انا النهارده جايبه كيلو، انت تقدري كيلو ونص كيلو براحتك خالص زي ما انت عايزه. وعندنا كمان ده كده السجق الاساسي معانا. عندنا بقى مجموعه خضار، انا النهارده التورلي بتاعي طول عمري معروف، التورلي بتاعي بكونه من خمس حاجات، عدوا معايا اساسيه معايا، نعد مع بعض يا استاذ احمد. خمس حاجات مكونات التورلي: كوسه، بطاطس، بسله، جزر، فاصوليا خضراء. نقولهم من الاخر للاول: فاصوليا خضراء، بسله، جزر، ادي ثلاث مكونات، بطاطس اربعه، كوسه خمسه. المكونات دول الخمسه دول اكتر خضار للتورلي فيه فيتامينات، واكتر خضار الاطعمه بتاعته بتليق مع بعض جدا وبتدي ميكس خضار في منتهى الجمال. في ناس ممكن في التورلي تزود بتنجان، مفيش مشكله. اتفاجئت ان في ناس كمان ممكن تزود باميه، ازاي معرفش، بس براحتك. انا بديكي الاساس وانت بعد كده شيلي وحطي. يعني ممكن تقولي لا انا لو حطيت كوسه مثلا جوزي مش هياكلها، ماشي مفيش اي مشكله. في ناس تقولك لا انا مش عايزه فاصوليا خضراء، براحتك، لكن انا بديك الاساس وده براحتك خالص زي ما انت عايزه. المقادير بتاعتي زي ما قلت لك سهله وبسيطه، انا عندي كيلو سجق، ده كيلو سجق بلدي ونسبه الدهون فيه قليله، عشان كده هشتغل بمعلقه سمنه على زيت. لكن لو السجق اللي انت جايباه متاكده ان فيه نسبه الدهون نسبه الدسم عاليه، اشتغلي بالزيت بس، وممكن كمان تحطي السجق بس كده في الحله هينزل الدهون بتاعته. لكن انا النهارده السجق بتاعي بلدي من عند الجزار وبيتعمل مخصوص، فده نسبه الدهون فيه قليله جدا، عشان كده هطعمه بمعلقه سمنه بلدي معاه. وزي ما اتفقنا الخضار بتاعنا كوسه، بطاطس، بسله، جزر، فاصوليا خضراء. عندي طماطمتين مفرومين، وعندي كمان بصلتين فرمان بسكينه، وحوالي نص كوبايه صلصه، وعندي كمان معلقه كبيره ثوم مفروم، وفلفل الوان على فلفل رومي، وممكن يبقى فلفل رومي بس. دي كده المقادير بتاعتنا. توابلنا ايه؟ ملح وفلفل اسود وبهارات ست الحبايب، ليه البهارات العاديه خالص، ورشه سكر. احنا ما جبناش لا التوابل يا احمد ولا جبنا السكر. ملح وفلفل اسود وبهارات ست الحبايب البديل بتاعها اي بهارات مشكله، ورشه سكر صغيره. دي التوابل بتاعت صينيه التورلي بتاعتنا النهارده، تدخل لك الفرن بقى تطلع لك يا سلام على الريحه وعلى الطعم النهارده ان شاء الله. يلا نشوف اول خطوه هنعمل ايه مع بعض. بسم الله. عندي حله بسخنها على عين البوتاجاز كده، وبعدين هحط فيها زي ما اتفقنا، انا هشتغل بالسمنه. بسم الله. سمنه، انا هحط سمنه على زيت كده، ادي مثلا ايه حوالي معلقه كبيره بس زيت، وعليها معلقه كبيره سمنه بلدي كده محترمه كده بالشكل ده، يسخنوا بس مع بعض كويس. انا عامله كده عشان زي ما قلتلك ان السجق بتاعي هو لحمه حمراء وما فيهوش دسم كتير، فلازم اطعمه كده بمعلقه سمنه. وبعدين بسم الله هجيب السجق الاول اشوحه لوحده، ولازم السمنه والزيت والحله يكونوا سخنين قوي. يلا بينا. بسم الله. سمع الصوت ده؟ سمع الطشه دي؟ هي دي. بسم الله ما شاء الله. الله الله، ياخد بس ايه تشويحه حلوه اللي هو
ايه الغرض من تشويحة السجق؟ انه يقفل على نفسه الـ 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 الهنك بتاعه، يضغط على اللحمة المفرومة ويقفل على نفسه عشان ما يفلتش من الحشوة، ما تفلتش وتبوظ لي الدنيا والسجق ملامحه تبوظ. يعني ده لو السجق ما شوحتوش كده الاول او حطيته ني مع الخضار، سهل جدا الهنك ده ما يقفلش على الحشوة اللي جوه فتنزل كلها في الخلطة، فتبص تلاقي نفسك كأنك عاملاها مثلا بلحمة مفرومة مش باينة ملامح السجق. كده ناقص لنا ملح وفلفل، الملح والفلفل يا ولاد. وتعالوا ندي تقليبة كمان. أحلى حاجة بقى يا جماعة في الوصفة دي كمان إنها سهلة وسريعة جدا. يلا بينا، بسم الله. بصوا كده أهو، لغاية ما أتأكد بس إن إيه، إن السجق كله قفل على بعضه وجمد معانا زي ما أنتوا شايفين كده. يعني لو زي ما أنتوا شايفين ممكن نلاقي واحدة دي مثلا اتشوحت كويس قفلت، والتانية لسه لونها فاتح أهي، ما خدتش حقها في التشويح، فاستنى عليها لغاية ما تتشوح كويس. نجيب بقى كمان الملح والفلفل جنبينا. يلا ان شاء الله، يلا بينا. اول بس انا دلوقتي صوت الحله هادي، يعني لسه واطي، يعني ممكن يكون السجق نزل لي شويه سوائل كده وهيبتدي يتشربهم. انا بقى مش عايزه حته السوائل دي، انا هستنى لغايه ما يتشربهم ويبان كانه رايح يتلسع، كانك بتشوي السجق بالظبط، هو ده اللي مطلوب. اللسعه بتاعه السجق دي هتدي طعم حلو قوي. يلا بينا، بسم الله. ايوه اهي صوتها هيبتدي يعلى تاني معانا، حلو قوي كده. السجق بتاعنا اهو بيتشوح، هروح جايه بقى نازله بالبصل عليه كده مع السجق، وكمان هننزل بمعلقه ثوم كده حلوه معاهم اهو. دي كده اول خطوات في صينية التورلي بتاعتنا. بقول لكم ايه بقى، صينية التورلي بتاعتي دي اللي بيدوقها بقى عندي بيحلف انها احلى صينية تورلي دقة. فعملوا الخطوات دي بالظبط وخصوصا بالسجق. طب دلوقتي ممكن يجي لي سؤال، ممكن واحدة مثلا تقول لك انا مش عايزة اعملها بالسجق، ممكن اعملها باللحمة المفرومة؟ ممكن. نفس الخطوات، عصجي اللحمة المفرومة ببصل وتوم وامشي بنفس الخطوات اللي انا همشي بيها بعد كده، الخطوات اللي جاية، بس ينفع باللحمة المفرومة عادي جدا. تعالوا بقى نقلب. الله الله، بصوا بقى، واول ما تقلبي البصل والتوم مع السجق بالشكل ده شمي بقى ايه الروايح الحلوة. بصوا كده، وبالمرة هروح واخدة الطماطم المفرومة فرمها بالسكينة مش بشراها، طماطمتين كده، وهيبقى معاهم كمان الفلفل، ولو عايزه تحطي قرن فلفل حامي مفيش مشكله. ادي دي فلفل الوان وممكن يبقى فلفل رومي بس، معاهم برده كده يتشوح مع السجق والبصل. خلي بالك احنا ما بنسويش لان كل ده هيدخل الفرن، انا بدي تشويحه بس، لكن كل ده داخل لي الفرن مع بقيه الخضار اللي عندي، وكل ده هيستوي في الفرن. يعني ما اللي هو ما تقرسيش على ايدك قوي ان انت بقى خلاص لازم كله يستوي، لا هو لسه كل الكلام الحلو ده يدخل الفرن. تعالي بقى نديله تقليبه حلوه. يلا بسم الله، نقلب على الروايح اللي طالعه واحنا لا تبلنا ولا عملنا، ريحه السجق وتوابله مع البصل والثوم والطماطم والفلفل تديكي النتيجه الحلوه دي. شوفوا بقى الجمال، بصوا اهو، يا خبر ابيض يا جماعه على الريحه اللي طالعه. وبصوا المنظر، استاذ احمد جاب لنا الحله شكلها يفرح ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجه بجد تفرح تفرح تفرح. شايفين جمال الحله، روعه. هعمل هنا ايه بقى، انا هنا دلوقتي ممكن اضرب طماطم في الخلاط وممكن اشتغل بالصلصه، نظرا لارتفاع الطماطم احنا هنعمل بالصلصه، هنشتغل بالصلصه. هعمل ايه، انا جبت حوالي نص برطمان صلصه، هروح حطها كده عليهم. طبعا الصلصه هنا هتبقى كتير شويه والميه كتير لان هي دي اللي هتسوي لي الخضار كله، يعني انا ما عنديش اي حاجه هسوي فيها الخضار غير الصلصه دي بالخلطه دي. فتعالوا بقى كده، بصوا هنزل كده بالصلصه
بالشكل ده كده. وبعدين هننزل بميه سخنه. اوعي تستسهلي وتحطي ميه عاديه، لو حطيتي ميه عاديه السجق يشد معاكي لان السجق دلوقتي سخن. هنحط ميه سخنه كده. انا كده بكمل الصلصه او التخديعه بتاعه التورلي. لو عندك بقى شوربه كمان هتبقى احلى واحلى يعني. نكمل بقى ميه عاديه. بسم الله. المهم ان احنا في الاول نحط بس ايه، ميه سخنه. بصوا الجمال، شوفوا الحلاوه. ونقلب، ناخد بس كل البصل ده كده. بصوا دوبي بقى الصلصه مع الميه اللي اتحطت دي اهي كده. شوفوا الحلويات دي بالشكل ده. وبعدين هنتبل بقى، هنجيب ملح وفلفل اسود، وهنجيب البهارات مشكله، وهنجيب كمان رشه سكر. يا صباح السعاده يا عم هبي. يلا بينا. هنحط ملح كده. اي حاجه بيبقى فيها سجق ما بنحطش توابل كتير ولا بهارات كتير، عشان بنبقى عايزين السجق نفسه طعمه والتوابل بتاعته هي اللي تبان معانا. وادي رشه فلفل اسود، والبهارات بتاعتنا بهارات ست الحبايب اللي ما بنستغناش عنها ابدا كده. وبعدين اهم ما في الموضوع السكر دي. بصوا قد ايه المعلقه اللي معايا دي اصغر من المعلقه الصغيره، فانا حاطه يا دوبك نصها بس اهو كده ماشي. وتعالوا بقى هجيب الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها احلى تورلي، وتعالوا نشوف هنظبطها ازاي. ادي بصله مبشوره بميتها كده تمام. ممكن يا جماعه معلش لو فيها اساءه ادب مني يعني، فصين توم سلام بسرعه كده معلش يعني. انا اسف. دي بتستحلف لي. ماشي ماشي. ادي ايه بصلايه مبشوره في الصينيه. وبعدين هحط على البصلايه رشه ملح كده، حاجه بسيطه، رشه فلفل اسود، وكمان رشه كزبره. بصي زي ما بقول لك كده رشات بسيطه كده، ورشه كمون. وتعالي بقى لسر الصنعه الحلو على البصلايه نفسها، رشه سكر صغيره اهي كده بس كده. وبعدين هدعكم بقى في بعض كويس قوي، هدعك البصلايه دي بيهم كده كويس قوي لغايه ما احس ان البصلايه هتبتدي تنزل ميتها. خلاص هي كده كده طريه بميتها، فلما احط عليها التوابل دي وافضل ادعكها كده هتبص تلاقي ايه، هيبقى سهل ان هي تنزل ميتها اكتر، وده اللي انا محتاجاه. الله ينور يا جماعه والله. بصوا كده اهو. وبعدين جيراننا حبايبنا جابوا لنا فصين التوم. شكرا جزيلا، ربنا ما يحرمكم مني ابدا ومن الازمات اللي بحطكم فيها على طول. ادعوا لي يا اولاد. بصوا يا جماعه فصين توم سلام، هم الفصين دول عارفين اللي هي فكره ولدت اللحظه، لان انا حسيت ان فصين توم اقطعهم شرايح كده هيدوا طعم حلو قوي للخضار بالشكل ده، فمعلش بقى كده. بصوا اهو كده، ونزليها على البصله بعد ما دعكنا البصله كويس قوي بالتوابل كده اهي، شرايح رفيعه كده، فصين اتنين تمام. وبعدين بالشكل ده كده اروح دعكاهم كده مع البصله، وعندي السجق بيغلي بالخلطه اللي عملناها كده يا جماعه. وبعدين اروح بقى جايه ايه نازله بالخضار بقى. ادي البطاطس، ما تنزليش بكل كميه مره واحده لغايه ما تشوفي الصينيه بتاعتك هتاخد قد ايه. ادي كده البطاطس، بصوا مع البصل كده. وبعدين ادي الفاصوليا الخضراء، تحفه ما شاء الله، منين ما بلاقيها طازه لازم اجيبها واحطها في اي اكل. وبعدين قلبي كده، بصي كده. هنا بقى تقليب، انا ما بدعكش علشان ما فيش خضار يتهري مني. تقليب 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 كده اهو. صباعي ده هو ده اللي عمال ياخد الخضار على جوه اهو. بصوا كده اهو كده تمام. وبعدين
كملي لي بقى اللوحه الفنيه الجميله دي ببسله على جزر. دي يا جماعه متفرزه، دي فروزن، دي سواء عاملاها في عاملاها في الموسم بتاعها وشايلاها عندك في الفريزر او شركات. ده واحد وده واحد. واخدين لي بالكم كل ما بحط نوع خضار عماله ادعك تاني ازاي بالبصل؟ انا عايزه البصل ياخد لي كل الخضار النهارده، الخضار كله يتطعم من البصل وشرايح التوم اللي انا حطيتها. بصوا كده اهو، فاضل اخر نوع معانا اللي هي ايه. خليكم فاكرين ان التورلي الصح والمظبوط والاصل بتاعه خمس انواع من الخضار اللي احنا مستخدمينهم النهارده: بطاطس، بسله، وجزر، وفاصوليا خضراء، وكوسه. بعد كده اي حاجه عايزه تزوديها تاني زودي براحتك. وادي كمان الكوسه اهي. لو الجزر موجود في السوق فريش كده طازه وحلو، ممكن تجيبي بسله بس مفرزه وبعدين تحطي الجزر فريش، يعني مش لازم تجيبي بسله على جزر. كده انا عايزه ازود شويه بطاطس كمان، والحمد لله كده جبرنا خضار. نقلب بقى، بصوا اهو بالراحه كده، وشوفوا لي جمال الالوان، وشوفوا لي صينيه التورلي دي، وتخيلوها معايا هتدخل الفرن وتخرج من الفرن تبقى عامله ازاي. اللهم بارك. بصوا بصوا الالوان، شوفوا الحلاوه. طبعا الدكاتره دايما يقول لك ايه، الطبق اللي الوانه كتير فيتاميناته كتير. بصوا اهو كده، انا بس ايه لازم البصل اللي متبل ده يتبل لي الخضار كله اهو اهو يا جماعه. ايه رايك بقى يا استاذ احمد في اللوحه الفنيه بتاعتنا دي؟ شوفوا شكلها، بصوا والله تورتايه صح، تورتايه خضار النهارده اهي. هنسيبها في حالها بقى كده تفتكروا؟ اكيد لا، امال يعني السجق اللي عمال يضحك لنا في الحله ده هنسيبه كده في حاله؟ اكيد لا. هنعمل ايه بقى؟ هنكمل اللوحه الفنيه دي بالسجق اللي بالصلصه. يا نهار ابيض على الريحه يا جماعه، عسل. يلا بينا هنجيب الاول كده المقصوصه. بسم الله، يا سلام يا سلام. شايفين خدت الغلوه وشايفين قصرت، يعني دخلت كده كانها تسبيكه ازاي. وبصوا الالوان بتاعت الفلفل عامله ازاي، شوفوا. بصوا خدوا بالكم من حاجه، انا جبت المقصوصه المخرمه. ليه بقى؟ ليه جبت المخرمه في الاول؟ عشان الم الاول السجق بالفلفل بالبصل بكل الخضار ده، وفي الاخر ابقى ازود الصلصه براحتي، لكن ده مفيش فتفوته فيه تتساب، فعشان كده اشتغلي بالمقصوصه المخرمه الاول. يلا بينا، بسم الله. مين اللي في الكنترول كان بيجاوب صح؟ ابو غفار، برافو. بسم الله. بصوا ادي الفكره، الفكره اهي، الفكره اهي. ادي بصوا، خدي كده السجق مع الفلفل والبصل. يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله، في كل حته كده اهو. بس طبعا ما تسيبيش السجق على الوش كده عشان ما ينشفش في الفرن، احنا بس بنشيله دلوقتي من الصلصه وبعدين هنقلبه ونوزعه. بصوا كده، والفلفل الالوان زود لي اللوحه الفنيه بتاعتنا، صح كده ولا ايه؟ انتوا ايه رايكم؟ بصوا الله يخليك، انا عايزه اقول لكم شويه رز بشعريه جنب الجمال ده ونبقى عملنا غدا النهارده عظمه. عسل عسل عسل. يلا، والسجق بقى كمان، شايفين اهم حاجه السجق ما تهراش ازاي؟ شايفين صوابع السجق سليمه ازاي؟ ليه؟ عشان شوحناها في الاول صح، خلينا السجق قفل الاول. لا 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 لا، حرام عليكم، حرام على الجبنه موتزاريلا. ايه يا جماعه في الجمال ده؟ والله عيب، والله ده انتوا بوظتوا شخصيه الاكله. انا مش عارفه يعني التقليعه الجبن اللي بقينا فيها يا استاذ احمد دي، اي اكل انتوا ناقص تحطوا على الرز بشعريه جبنه موتزاريلا، يعني مش عارفه يعني. لا يا جماعه لا، حرام، التراث بتاعنا الجميل ده حرام. دلوقتي بقى هحاول كده بالراحه اقلبها كده، سيب دي عشان السجق ما يبقاش على الوش كده ينشف في الفرن. هقلبها او قبل ما انزل بالصلصه، عايزه كل الخضار ده يتطعم من السجق. بصوا الصينيه عامله ازاي، بصوا الجمال،
مستعدين النهاردة يا جماعة في القناة هنا نفطر تورلي وسجق؟ مستعدين إن شاء الله. بصوا قلبوا كده أهو، تقليبة حلوة، وهوريلك دلوقتي بعد التقليبة دي تساوي الدنيا إزاي، يعني تساوي الخضار ده هتساويه إزاي في الصينية. بس أقلب الأول، أخلي السجق كده إيه يتوزع في الصينية كلها مش على الوش كده أهو. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، حلوة حلاوة يا ولاد. نجيب منديل بس ونمسح اللي وقع ده. ايه يا عم سعيد ده؟ ايه يا عم سعيد؟ ايه الروايح دي يا عم سعيد؟ يلا بصوا بقى نسويها ازاي بمنتهى السهولة بعد ما قلبنا كله الأول. يعني قلبت السجق بالفلفل كله دخل في الخضار في قلبه بعضه، أروح جاية بقى ماسكة الصينية وعاملها حركة ست الحبايب بقى دي. تبص تلاقي الصينية اتساوت بمنتهى السهولة. خلي بالك كل العالي ده لما الصينية دي تستوي في الفرن كل ده هيهبط، الخضار ده كله هينزل ميته وهيستوي هيهبط. يعني ما يغركيش، ما تقوليش لا ده الصينية كده كتير، لا 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 كل ده هيهبط بعد كده. بس خلينا ايه نديله شكل حلو كده قبل ما ننزل بالصلصة، لأن الصلصة هتبقى آخر حاجة كده. خلاص أنا راضية عنه، بصوا شوفوا شوفوا شوفوا، يا رب أنتوا كمان تكونوا راضيين عن الوصفة الحلوة دي. بس ونجيب بقى الصلصة بتاعتنا العبقرية، بسم الله نحطها كده، مش هنزود الصلصة لأن الخضار هينزل مية. أنا مش عايزة الصينية تبقى عايمة، عايزة يدوبك الخضار يستوي وما تبقاش عايمة أهي كده. بصوا شوفولي بقى الجمال، شوفولي الجمال والحلاوة أهو كده. ونغطيها، ولازم تتغطى عشان البخار يساعد على تسوية الخضار من غير ما يتهري. اهو يا جماعة عسل. الصينية دي عايزة الأكيلة. شايفين جمالها، شايفين اللوحة الفنية، والسجق ايه بقى زايد فرحان وزايد جوه الخضار بالشكل ده. الله الله. دلوقتي بقى الفرن عندك يكون سخن جدا، وبحط الشبكة بتاعت الفرن، الشبكة بنزلها لتحت شوية، يعني بخليها في أول مجرة، ما بتحطيهاش على الصاجة، اوعي. خلي الشبكة على أول مجرة وتغطي الصينية كويس قوي وتحطيها على الشبكة، وسيبيها بقى تغلي وتستوي مع بعضها. يدوبك تكشفي عليها كده تاخد ربع ساعة بس كده، تحسي إن الخضار استوى، تأكدي إن الخضار استوى، اكشفيها تاخد وش بسيط، اوعي تنشف منك، وتطلعيها بألف هنا وشفا. بص شوف ست الحبايب لما تعمل صينية تورلي تطلع عاملة ازاي. انا عايزة اقول لكم الريحة جايبة اخر الدنيا. الشطارة بقى ان انت ما تخليش الخضار يستوي للاخر عشان ما يتهريش، تفضل مكعبات البطاطس زي ما هي كده بشخصيتها، الكوسة زي ما هي كده بشخصيتها، اما السجق احلى شخصية على السجق النهاردة في وسط الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصينية دي محتاجة رز بشعرية، محتاجة ملوخية، ومحتاجة بتنجان مخلل، ومحتاجة بقى الأكيلة زي ما قلتلك، ونعيش مع أحلى صينية النهاردة بسم الله ما شاء الله عليها. هتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلتلك أي كمية سجق لو عندك نص كيلو، أو ابعتي هاتي نص كيلو وشوية خضار واعملي الصينية العظمة دي النهاردة، وألف هنا وشفا عليكم جميعا. الصينية دي بقى عايزة الأكيلة بقى، عايزة نقعد كده كفاية ريحتها بس. يعني وهي بتغلي في الفرن اصلا هتلاقي الجيران وجيران الجيران بيخبطوا عليكي، هي الريحه دي من عندك لو قلتي اه يروحوا داخلين قاعدين على طول مستنيين الصينيه تخرج من الفرن. شويه رز بشعريه جنبها كده، وزي ما بقول لك حطي الصينيه بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعديش كلتي قد ايه ولا كم طبق رز، عيشي عيشي عيشي. في حد هنا الكلام مش على هواه، انا هقول ايه بس هقول في حد هنا الكلام مش عاجبها، تمثيله بجد وبحق وحقيقي. لا والله يا عبعال، انا داخله شايفه الشيفاله ماسكه الطبق بتاعها وعماله تاكل وتتمزمز، انا بقول طب شوفيني المره دي خبت عينيها مني خالص وديت وش الناحيه. طب وانت داخله مش شميتي الريحه؟ الناس كلها واقفين وانا مبهوره معاهم، فقلت ده يوم عالمي النهارده. الصينيه رهيبه، بتفكرنا باكلات ستات الامهات بتوعنا، ست الحبايب فعلا. اه والله انت قلتي كلمه، مسميها صينيه ست الحبايب. اه
دكتور صفا قالت كلمه حق. الصينيه دي فعلا بتاعت الزمن الجميل. اه والله لما العظيم كانت حقيقي. امهاتنا يعملوها كده والبيت كل العيله تتلم. اه نتلم كلنا عليها بجد يا دكتور. الله ما شاء الله. وهم لو حاسين باللي انا شايفاه والبتنجان المخلل هيعرفوا ان انا في زنقه جامده جدا. امال زعلانه مني ليه؟ انا مش زعلانه ولا حاجه، بس انا مشفقه على الناس. عامله لك الحلو كله وزعلانه مني وأنا ليه؟ وانا برضه هعمل لك معاكي حاجه حلوه يخليهم ياكلوا اكتر كمان. طب اهو اهو اتفرجوا بقى. عمركم سمعتوا كده ولا شفتوا كده؟ الدكتوره بتاعتنا النهارده هي اللي سامحه لنا بتقول لك هتاكلوا اكتر. طب ازاي احنا عايزين نخس؟ العرض النهارده خرافي يا شيف هاله، عرض خرافي، عرض الابداع للمره الرابعه والخامسه والمليون، مكسر الدنيا مع الشيف هاله. عرض الابداع النهارده كمان ضفنا عليه فيتامينات، عملنا خطه ثلاثيه، قلنا هنقفل الشهيه، هنخليها تاكل بس هتاكل طبق صغير، وهنخليها كمان تحرق، حطينا اربع امبولات حرق، كل امبوله منهم بمقام 30 حقنه، يعني تخسي وتحرقي وحاجه في منتهى القوه، وحطينا كمان معاها الفيتامينات اللي تخليني رشاقه ولياقه وطاقه في نفس الوقت وما يهيليش اي هبوط اثناء ما انا بعمل الدايت. الكبسولات معاها اعشاب، معاها نقط، معانا اربع امبولات حرق ومالتي فيتامين. البوكس بتاع الابداع النهارده خطه ثلاثيه بتكتيكات حرب على الدهون بمنتهى الابداع. فعلا مبدعه النهارده في الصينيه بتاعتك، ولكن يواجهها قدامي عقبات شديده وهتتحرق كلها ومش هيعرفوا ياكلوا كتير، هياكلوا حبه حتى صغيرين قد كده. طيب يعني النهارده دكتور صفا بتقول لنا ان الابداع قصاده ابداع. ايوه قصاده ابداع، عشان تبقوا فاكرين كويس قوي اسم الكورس النهارده. الابداع بتاعنا في الصينيه بتاعتنا الجميله النهارده دي قصادها ابداع تاني مع كورس دكتور صفا، كورس الابداع النهارده. هتسيبنا ناكل اللي احنا عايزينه، دي اكتر نقطه انا بهتم بيها. يجي النقطه اللي بعد كده الميزانيه اللي هي قلقاكم كلكم، يا ترى بكام؟ يا ترى هصرف كام؟ 75% خصم بجد والله. 75% خالص. ركزي يا دكتور، انت قلتي الكلمه صح ولا ريحه الصينيه اثرت؟ النهارده العدد خطير، الخصم كبير جدا، الامبولات سعرها بره غلي، اصبحت رير جدا وقليله في السوق. جايلكوا خلطه رهيبه من ال كارنتين ومن الحوارق العاليه جدا، حلوه قوي بره، يعني يقول عليها في، لو احنا خدنا مثلا مضاد حيوي 1000 في مضاد حيوي 1500، اعتبروا ان النهارده انا جايبه لكم الهاي ادفانس بتاع التركيز بتاع الامبولات ال 1500 العالي جدا، اعلى حاجه، فغالي قوي قوي. فكفايه عليكم اربعه هتنحتوا اكتر من 10 كيلو في الاربعه دول. يعني انا حاطه معاكي علبه كبسولات لمده 30 يوم، وحاطه معاكي الاعشاب والنقط كمان بتاعت بالليل اللي بنحطها نص كوبايه ميه، وما نسيبكيش في الحقن. طب انت متعوده يا دكتوره تدينا اعداد كبيره من الحقن؟ لا، في مختصر المفيد، في حقنه بمقام 20 حقنه، في واحده تقولي لي الله ده انا خدتها اثرت معايا في 5 كيلو هواء. فعلا النهارده الحقن اختلفت، تركيزاتها عالية، نزلت قد ايه بقى؟ على قد جرعه الشهر، لانها مركزه، يعني هاخد امبول كل اسبوع يعني يكفيني وانا ماشيه الشهر، بس الشهر ده شهر خرافي، شهر عبقري، شهر كله تحديات وخطه ثلاثيه على الدهون. قلنا هنمشيها ازاي؟ هنمشيها باني هغلق الشهيه تماما 48 ساعه مفيش جوع. هعمل ايه تاني؟ هعلي الحرق كتير قوي قوي، الحقنه فعلا تكفي حقنتين حتى في الشهر، وتكملي الحقنتين دول الشهر اللي بعديه، لانها خطيره وقويه جدا جدا. وحطينا معاها الفيتامينات بقى، فيتامينات النهارده اتفقنا هندعم الجسم بفيتامين د، لان 90% من الحالات اللي بتجيلي عندهم نقص فيتامين د وما بيبقوش عارفين، مش عارفين ما يعرفوش يعني، وبيبقى هو ده سبب اساسي ان هم ما بيخسوش، وان بالزبط. الجسم بيعند وهم مش عارفين فيه ايه. تبص تلاقي الحاله قاعده كتير صحيح. من المعاناه. طب معلش نتشيك على فيتامين د، هنا فيتامين د 19، المفروض الطبيعي نبتدي من 30 35، ده كده يبقى انت كويس يا دوبك تبقى لا كويس. لا انا ما اعرفش حد وصل للرقم ده خالص والله، ما خالص والله، هاله ضايعه في فيتامين د، الشيف هاله مش عارفين نظبطها خالص، انا واسراء كمان مهمله جدا، ضايعين جدا يعني. نبتدي بقى مع بعض النهارده. البوكس جاي فيه دعم قوي جدا من فيتامين د، فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم. تشتكي لي تقول لي انا عندي تشنجات بالليل، الاقي رجليك شد، ايوه صح، كرامب عالي جدا. حضرتك ما بتاكليش خضار كتير وسلطه، بتاخديها بقى في مكمل غذائي يرحم الجسم ويعدل ويروق المزاج وفي نفس الوقت يعلي حرق. اهم حاجه ان اشيل كلمه اكتئاب، يعني اكليني كل حاجه، حاضر،
اهم حاجه مش عايزه ادفع فلوس كتير وكمان بسرعه. يعني انا مش بستنى، انا عندي شهر الشتاء داخل، اديني حاجه بسرعه، انا عايزه انزل 15 كيلو، ده انا عندي مناسبه، انا عندي فرح، انا جوزي بيتريق عليا في رايحه وجايه، انا محوشه الفلوس دي يا دوبك على الشعره، نفسي اعمل بيهم الهدف بتاعي يا دكتور، ده انا عينيا ليكي. ده كمان غير كده خصم مضاعف 75% النهارده، العرض اقتصادي جدا يا شيفهاله، جايبين حاجات قويه جدا، الحاجات بره العرض غاليه جدا. يعني تيجي تساليني تقولي لي سعرها ايه بره العرض، هتلاقي كتير جدا جدا، وتدعمنا ووقفنا جنبك عشان تنزل لك المكونات دي بالسعر ده، ده مجهود جبار. النهارده كمان جايبين الاعشاب وجايبين النقط وجايبين المالتي فيتامين. فالخلاصه الثلاثيه، كرسي الابداع انه يفكر في فيتامينات جسمك، في شعرك، في بشرتك، في الكولاجين وشك، في انك تبقى عندك طاقه، مش سقعانه لما تخفضي الاكل، الدنيا سقعت شويه يعني، فاهمه؟ تحسي الدنيا سقعت كل شويه هاكل الفتره اللي فاتت دي، اما الرغيف وحط حته جبنه وبالليل اصل جعانه، الكلام دوت احنا هنلاقي نفسنا رايحين ليه. تعالي بقى كبسوله 48 ساعه محافظه على حراره الجسم. صفا يا جماعه طيبه قوي، طيبه قوي. بتقول لك لما بتجوعي بالليل انا بجيب توستاي وعليها جبنه، رغيف عيش وجبنه. ايه توستاي وعليها جبنه؟ لا حضرتك، احنا بندور على اكل الغدا اللي باقي من الغدا. يعني الصينيه دي يا جماعه لو اتبقى منها طبق وطبق رز بيتشالوا. انا لسه مصوره لحبايبي على اللايف الساعه 2 بالليل، كنت باكل كوسه مطبوخه ورز بشعريه جعد وبتنجان مخلل. لا ايه وبعدين وبتنجان مخلل الساعه 2 بالليل، وكان من قلب الحدث. فاكرين الفيديو ده كان على الصفحه الساعه 2؟ جعانه هفتح الثلاجه اجيب جبن، اجيب عيش وجبنه. انا محرجه من نفسي وانا داخله اعمل كده، مش هنشبع. لا مش هنشبع. هنشبع. خلاص يا جماعه، كله طبيخ الظهر والغدا والعشاء مع الشيف هلا، ما حدش هيقول لها لا. بس عندي سبب رئيسي جدا جدا انك تاخدي الكبسوله، وفكريني هتاكلي كده ازاي. هتلاقي نفسك الغدا غدا، العشاء علبه زبادي، نازله نص كيلو كل يوم، جسمك خفيف، الورم بتاع العظم ده راح. طب انا بحب الاكل حرش، طب انا هفضل يعني ما تهرجيش، انا جوزي بيطلع يجيب لي ربع مش عارفه مشكل اللي بسمعه من الحالات، انا لازم يطلع بصينيه بيتزا عشان يصالحنا مثلا، حاجات كده. لا حضرتك انا هسيبك تاكلي، بس هتاخدي الانبول بتاعي القوي جدا نهايه الاسبوع، وتنزلي برده زي ما اتفقت معاكي 5 كيلو ل 7 كيلو في الاسبوع. دخلت لي 137، اسبوع واحد بقت 130 في اسبوع، في كورس الابداع بتاع النهارده. حلو قوي، من 137 وهي عارفه نفسها. شوفي مدام منى، مدام منى يا فرحه قلبك يا مدام منى، لما من اول اسبوع كده نزلت 7 كيلو. 7 كيلو، 7 كيلو في اول اسبوع يا جماعه، يعني تخيلوا. يعني هي لو كان عندها احباط، كانت مش مصدقه، او كانت مجربه انظمه كتير وخلاص حالتها النفسيه تحت الصفر، وكتير مننا بنوصل فعلا للمرحله دي، لما تيجي تقول لك ايه، طب بصي بقى الكلام حلو وعجبني، والشيف هاله ودكتور صفا لما بيتجمعوا مع بعض ما بيقولوش حاجه وحشه، وانا جربت حاجات كتير يعني بجمله، خليني بقى اجرب. ده فكر ايجابي. صراحه والله اللي بيفكر بفكرك، اللي يمشي بالطريقه دي يسلم ويخف وفعلا بيتحرك. ليا ايه، خليني اجرب، خليها بس ايه تجرب. ايوه جرب، خليها تجرب بس مع اول يوم، مع اول كبسوله. طبعا مش اول يوم واول كبسوله هتخس، لا طبعا، هي مع اول أسبوع. يوم واول كبسوله هتحس انها مش جعانه، ده اول احساس هتحس بيه. ايه ده، انا رايحه جايه، لا انا مش جعانه، مش جعانه ايه، بس مبسوطه نفسيا، مستريحه بزي. لا انا حاله الجوع دي مش معايا. طب الاكل اتحط، يلا يا ماما، هقعد على الاكل، بس الاقي نفسي خدت معلقتين وشبعانه. ايوه انا شبعت يا اولاد الحمد لله، وقايمه مبسوطه. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكبسوله نزلت لك على المعده ملتها، نفشت فيها ملتها، فخلاص ما انتش جعانه، معدتك مش فاضيه، ما بتقعدش تلح على المخ، انا عايز اكل، انا عايز اكل، انا عايز اكل، انا عايز اكل، مفيش الكلام ده خالص. شفت انا مذاكره ازاي؟ عسل عسل، وبتقربي المعلومه في منتهى الصعوبه لاسهل باسهل كلمات، وفعلا بتوصل صح. اشباع من خلال ان المعده تتكلم مع مخك، تقول لك انا مليان وشبعان وما تزودش عليا، او العكس، او انا جعانه او انا فاضيه عايزه اكل، عايزه أيوة اكل صح. فالمخ بيقعد يدينا اشارات، ايدك رايحه جايه على الثلاجه، على مش عارف ايه، على حلويات، على مكسرات، على ما انت جعانه، انت واصل لك ان انت جعانه. فاللي بيحصل، لا الكبسوله اول ما بتملى المعده، ما خلاص المعده مليانه طبيعي طبيعي، فبتدي اشارات طبيعيه جدا للمخ ان انا مليانه، انا شبعانه، انا مش عايزه اكل. فتلاقي نفسك فجاه زي ما انت في بيتك، هو وانت هي، ما اتغيرتيش، كل حاجه حواليك هي، بس اللي حصل
ان انا شبعانه حاله نفسيه بقى مستقره جدا وانبساط بقى يا شيف هاله انك اصلا حتى لما تفكري هتقعدي في السفره هتاكلي ايه ما انتش منزعجه انك هتعملي لك اكل لوحدك مبسوطه انك هتاكلي زيهم هي لقمتين والاكل قل يعني الوجبه الكبيره اللي فيها حله المحشي بتتاكل دي لا بقى 10 صوابع الكلام ده بقى قدام عينك قل ولكن انت بتاكلي زيهم بالظبط مش هقعد بقى اقول لك جيبي لي جبنه لوحدها قريش وبطين وامشي لي على المشويات بس ولا شيلي لي اللي مش عارف ايه ما تحمريش هتاكلي نفس اكل البيت وفي نفس الوقت انا بلاقي وزن مش الحاجات دي عقبه فيه الحرق بتاعي انا فكرت في الثلاث مشاكل الرئيسيه وكان تفكير عامل جوند مع كل الحالات وبرده المشكله اللي هي بتقعد تتكلم فيها انا جربت حاجات كتير والحاجات دي برده ما نفعتش يا ترى ده اخر امل ليا انت انا هتفائل واتوكل على الله كل الكلام اللي انا بذكره ده كلام العملاء وفعلا الكورس بتاع النهارده جاب جون ل 17 كيلو ل 18 كيلو نزول بتكلم مع واحده مدام منى اللي لسه شايفه رسالتك حالا قبل ما اخش للشيف هاله قالت لي فاكراني كنت 137 النهارده بعد الانبول انا بقيت 130 هكمل كده ولا هم شويه ميه لا اعملي لي امبادي بعتت الامبادي لقيت ايه الدهون كلها اللي نزلت مع في شويه ميه نزلوا نص كيلو ولا حاجه بس ده لازم ينزل لان الزياده من الميه دي الميه الضاره اللي بتبقى تحت الجلد أيوة. دي لازم في الاول تنزل مع بقيه الدهون فانتوا تخيلوا لما حد فينا يعني مدام منى مثلا دي كانت واحده مننا كده قاعده بتسمع الكلام وبتفكر وفجاه لقت نفسها في اول اسبوع نزلت 7 كيلو تمسك لي بقى في كورس الابداع ده بايديها واستنى ايوه وتفضل ماشيه عليه ماشيه عليه ماشيه عليه لغايه ما توصل للوزن طب انت هتقولي فيها فعلا عملت خطه لثلاث شهور وطلبت ثلاث كورسات لا والله وقلت لها انا هنزله لك النهارده مع الشيف هاله تاني طلبت خطه ثلاث شهور ان هي خدت شهر خلاص انا هكمل بقى انا مسافره السعوديه انا مش هعرف اتابع كويس خلينا معاكي اونلاين يا دكتور طلبت الكورس لمده ثلاث شهور ما هي 130 كيلو بتفكر ان هي اربع شهور تبقى وصلت المثال وانا براهنكم ان هي هتيجي نازله معاكم في يوم من الايام مع الشيف هاله هنا اتمنى من عشاق الشيف هاله اتمنى طب بسرعه يا جماعه بقى كورس الابداع اللي عايزين كلنا بقى نستغل الفرصه ونستغل الكورس ده النهارده وكلنا نطلبه ان شاء الله وكلنا نبقى زي مدام منى كده ونتفاجئ ان احنا مع اول اسبوع نزلنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 7 كيلو بفضل الله اولا وبفضل كورس الابداع اللي دكتور صفا جايبه لنا النهارده طبعا دايما دكتور صفا بيبقى ليها فضل كبير قوي في العروض والكورسات اللي بتجيبها لنا اللي بتبقى مراعيه فيها حلول لكل المشاكل اللي بتقابلنا بما فيها كمان مشكله الميزانيه انا اتفاجئت دلوقتي والله انها بتقول لي النهارده خصم 75% الرقم طب والله العظيم قبل مرور ساعتين المره اللي فاتت ما كانش متبقي ولا عرض ما شاء الله ما شاء الله النهارده انا برضو هخليه ساعتين وعارفه ان قبل ما يخلص الساعتين هيخلص كل العروض ان شاء الله طب يلا ارقام التليفونات اللي على الشاشه بسرعه يا جماعه مش هيقعد والله انا عارفه انا بقول لكم ايه مش هيقعد ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه وكل رقم من دول عليه خدمه الواتساب وكمان صفحه الفيسبوك ثلاث وسائل بسرعه يلا اوام عايزاكم كلكم النهارده كورس الابداع تستغلوا الكورس النهارده بالخصم الكبير والهدايا المجانيه اللي جايه معاه عشان كلنا نبقى زي مدام منى كده ان شاء الله وفرحتها دي بقى تفرحنا كلنا بامر الله ما ننساش ناكل سلطه ما ننساش مش لحمه ورز ومكرونه بس لازم ناكل سلطه ناكل فاكهه علشان يبقى كل حاجه اكتملت علينا الحرق خلينا الفيتامينات في جسمك من المالتي فيتامين اللي نازل لك هديه كمان خلينا الاربع حقن النار اللي نازلين كل اسبوع حقنه ومعانا علبه الكبسولات والاعشاب والنقط ثمان مكونات كورس الابداع المكثف هو مكثف جدا حل كل مشاكل السمنه كلها عندك غده درقيه وحشه جدا تختخني على كوبايه الشاي عندك التكيسات لخبطه الهرمونات للسن الصغير حتى لو السن الكبير عايزه تبقي مامي والكلمه دي صعبه قوي لو ام معلق ان هي تبقى ام بسبب شويه دهون الموضوع سهل جدا تعالي اتحركي من عندي هنا وهتوصلي باذن ربنا اللي انت عايزاه السكر احنا اكتر منتجات واكتر حاجات عشبيه امنه تحل مرض السكر فعلا بيخفوا يا شيف هاله بيشيلوا كبسولات كتير جدا رايحه جايه بسبب ان السكر بيبقى عالي التراكمي 13 9 7 الارقام دي كبيره مخيفه ان الخلايا مخزنه سكر النهارده تعالي شيليها بكورس الابداع الدهون الثلاثيه الضغط العالي تقول لي والله يا دكتوره انا ما بقتش اخد دواء السكر ولا الضغط
ومش لوحدي، ده الدكتور قال لي اللي وقفيه، بس استمري في النزول. تنزل معايا 30 40 كيلو خلاص مشكلتك اتحلت. ده غير الفرع التالت بقى الكبير جدا اللي هو العظم، وما ادراكي ما العظم. ومشاكل العظم والالتهابات بسبب الخشونه. تعالي بقى خسي، لان اول حل ليهم كدكاتره عظم بنتكلم نقول لازم تخسري 20 كيلو، لازم تنزلي بوزنك 15 كيلو حتى لو رفيعه. تلاقي في التهابات شديده جدا وتورمات في الركب وتورمات في الرجل، لازم ننزلهم ولازم فعلا تعمل دايت. فبلاش تعملي دايت ولا تزعجي نفسك ولا تروحي لدكتور تغذيه مخصوص ولا مشاوير ولا علاجات. هعمل لك تكميم طبيعي في البيت مع الاكل، مع الاكل، مع اقتصاديه معقوله، اقتصاديه تكاد تمنع اي حاجه ممكن تعمليها في اي مكان، مع وجود نحت علشان الجلد ما يترهلش والعضلات ما تتبلش، نحت القوام والمحافظه على العضلات ومنسوب الميه الطبيعي. وغير كده ده فيه متمكن مش هيسيبك غير لما يوصل للهدف. النهارده احنا ناجحين بنسبه 100%. تكرار الكورس بمكوناته العاليه معانا مع دعم الاقتصاد ده نجاح كبير، ده نجاح طبعا كبير. وان الكميه تخلص واحنا لسه قاعدين على الهواء بنتكلم والناس ترجع تطلبه تاني، فتضطر دكتور صفا تنزل بيه الاسبوع اللي بعديها، ده نجاح وده ثقه. الحمد لله رب العالمين، دايما دايما كلنا عند حسن ظنكم يا جماعه، نقدم لكم احسن حاجه، بنراعي الظروف. كفايه النهارده نطقت وقالت ان الخصم 75%. عمركم سمعتوا الرقم ده في اي حته؟ استحاله. يعني 75% خصم زائد الهدايا المجانيه، زائد ايه بقى؟ ان الشحن مجانا لجميع المحافظات، مش القاهره الكبرى بس، لجميع المحافظات ايا كانت المحافظه الشحن مجانا من غير ولا جنيه شحن. خلي بالك من النقطه دي كويس. كمان متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، دكاتره هم اللي هيتابعوا معاكي وياخدوا بايديكي واحده واحده. لو انت لقيتي دكتور اللي رد عليكي حابه ان دكتوره هي اللي تتابع معاكي عادي، تكلمي عادي، بتقولي له عادي، بتقولي طب ممكن دكتوره تتابع معايا، تحت امرك، وبتخلي الدكتوره تكلمك وهي اللي تتابع معاكي. اتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده على الشاشه، ماشي؟ كل الارقام عليها ضغط تليفونات، مش عارفه اوصل عن طريق الاتصال، اي رقم من دول هروح داخله على خدمه الواتساب بتاعه. ادي تاني وسيله، تالت وسيله كمان صفحه الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي. صوروا الشاشه عشان شكل الصفحه وارقام التليفونات تبقى معاكي على الموبايل. واتمنى وارجوكوا ما تدخلوش على صفحات تانية وترجعوا تشتكوا وترجعوا تحصل معاكم مشاكل وتشتكوا. والله يا شيف هلا بيقولي بالمنتجات، منتجات ليس لها اي يعني صفه ولا يوجد فيها اي مكون طبيعي اصلا. انا ما اعرفش بيبيعوا لكم دقيق ولا ايه، وبينتحلوا الشخصيات. وانا بقول من خلال اللي انا قاعده فيه هذا المكان يا جماعه، الحلقه جايه لكم فريش، الصينيه دي لسه طالعه من الفرن. خدوا العرض فريش، لسه جاي لك حالا، لسه متجهز لك بكل مكوناته وطاقته وتحديثه ليك دلوقتي مع حلول مشاكل كتير. ايه اللي انا استنى اعلان عمال يتعاد ويتزاد وعمال يتلف مليون مره وكله فلوسه غلط. فالنهارده علبه كبسولات واعشاب ونقط، ومعانا اربع حقن من اقوى انواع الحقن البلس العاليه جدا. ومعانا كمان المالتي فيتامين اللي فيه فيتامين د وكالسيوم ومغنيسيوم. العرض حل اكبر واخطر ثلاث مشاكل، بيتكلم مع كل مرضى الحالات المستعصيه، السمنه المفرطه، المناعه الضعيفه، الغده الدرقيه، كل ده. النهارده بنقدر نتجاوز عمليات التكميم كمان واحنا قاعدين في بيوتنا. 110 كيلو نزلنا، 190 كيلو، 60 كيلو، 80. حالات دي ما كنتش بصدقها لكن شفتها فعلا بعيني. انا واحده من الحالات، وبقول لكم على حاجه، دكتوره خدت المنتج معاك، والملاحظه بيني وبين حبايب الشيف هلا نظريا انت بتشوفوني كل اسبوع، صح. وكل فتره انتوا بتشوفوا هي بتتخن تاني، هي بتنزل، هي مكمله. طب طاقتها، طب بشرتها، الحاله قصادكم لايف. فالنهارده انا مش بخاطر، انا بتحدى كل مرضى السمنة. لا وانت نفسك يا دكتور، انت نفسك اهو قدام كل حبايبنا. انت شفتوا الاسبوع اللي فات لما دخلت لي على الهوا وكانت واقفه جنبي، بسم الله ما شاء الله، قلت لكم بصوا مستواها عامل ازاي. كنت متغاظه قوي، ايه ده انت عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ والنهارده كمان ما شاء الله عليها، كل اسبوع بتنزل عن الاسبوع اللي قبله، ومع ذلك زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الوش ما تاثرش تماما زي ما هي، وعماله تنزل وعماله تخس وبمنتهى الامان. وعلى شرط كل حلقه معانا بتاكل من كل الاكل اللي موجود. أيوة. يعني مثلا ما جاتش النهارده لقيت مثلا في صينيه طبيخ وسجق ورز، قالت لك لا مش هقدر، فيش. طب لقيت مش عارف عاملين معجنات، بخش على طول. فده يعني دكتور صفا النهارده والاسبوع اللي فات هي معانا مثال حي للكلام اللي هي بتقوله، اللي هو ايه؟ ترجمي الكلام اللي هي بتقوله او اللي احنا بنقوله عملي قدامك اهو.
بتخس لو جبتوا صور ليها او حلقات ليها قديمه شويه هتعرفوا الفرق. اشوفوا الفرق بتخس وشها ملامحه زي ما هو ما شاء الله ما شاء الله احلوت والله العظيم انت القمر يا شفاهي لو جنبك اي حد بيحلو عشان من ربنا جمالك ربنا يحميك. تيجي بقى نشوف الناس الجميله بجد بقى اللي هي الأبطال. ايه الابطال فعلا اللي فعلا خدوا الكورس وشوفوا بقوا قبل وبعد بقوا عاملين ازاي. يلا بينا نشوف الصور عزيزة على قلبي. بصي بقى الصورة دي جميلة 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 والله العظيم. على فكرة أنا عندي دريس زي ده، عندي فستان زي ده. قمر يا شيف هالة، هي وست برضه أكيد شافته بتاع بنوتتها فرحت لابساها ما شاء الله ما شاء الله أكبر. سمنة مفرطة في كل حتة في جسمها صح، وما بتعرفش تنام، بتنام وهي قاعدة نص كده نص نومة يا حبيبتي، لأن هي قلقة جدا إن الأكل فيه ارتجاع في المريء بسبب السمنة. أيوه. ففي مشاكل في الجهاز الهضمي واضحة جدا. في عدم انتظام في النوم، النوم لما بيكون ملخبط ما بتعرفش تحرق. يعني لخبطه النوم وعدم واخد قسط من الراحه كويس كافي الحرق بقى وحش. الاكل والنوم بطريقه مستمره بالثلاث اربع سنين ودي عاده يوميه فعلا بتتحول الى سمنه مفرطه. عندنا ولادات متكرره، عندنا مشاكل في دهون وهرمونات فتره من العلاج واتخزنتي ميه ومش راضيه تنزل من ساعتها. كل اللي انا بحكيه ده كله كان متمثل في هذه الحاله، ويأس رهيب مع انها بتتحرك كتير، مع ان كل حاجه ممكن تكوني عملتيها علشان تخسي هي عملتها. ليمون وكمون الصبح وجنزبيل بالليل، كل اللي تتخيليه ممكن تكون بتحاول جاهده تخس عملت، ما حلهاش غير برده كورس الابداع. الكورس بتاعنا النهارده اثبت وجوده، الكبسوله بتاعته عبقريه، حلت كل المشاكل اللي ممكن يكون الجسم بيعاني منها وموقف حرق الدهون وناسي تماما كلمه حرق وتخزين فقط اللي شغال. نزلت من 135 كيلو ل 85 كيلو. انت عارفه يا دكتور الصوره دي حلقه، يعني الصوره دي اتكلم عليها سنين. والله العظيم حقيقة. قبل وبعد يتعمل لها حلقه. اولا يتعمل حلقه عن الدهون وتجمع الدهون في الجسم كله. يتعمل حلقه عن حالتها الصحيه وهي بتتصور وهي قاعده، معنى كده انها حتى مش قادره تقوم. بعد كده يتعمل حلقه على التخسيس، صغرت في السن، النحت، الجسم اللي اتغير. طب الجسم اللي ما مش باين عليه ان هي كانت مليانه وخست، يعني موجزة. الجسم مش بايظ شكله، مش مترهل صح. لا طبعاً. الجسم موشوقه ان هي كان ان هي اصلا كانت كده، كانت رفيعه. ده النحت، ده النحت في بالزبط. الكبسوله النهارده معانا ينسيكي تماما شكلك اللي كان فيه مشاكل صحيه ودهون قديمه وعنيده. وعلى فكره الناس اللي متعودين على الستايل بتاع النزول هم نفس شكلهم، بس بيبقى شكلهم كش. ولكن احنا بننحت بنرجع لك تاني الريشيب بتاع ربنا اللي المفروض يكون جسمك الطبيعي عليه. البطن ما تخزنش كتير قوي دهون، بتنضف جامد جدا، وبتبقى اول مشكله بتتحل. يعني تقول لي انا بطني الهدوم ريح، تمسك لي كده العبايه او الجلابيه، لا ده ما كانش بيقفل عليا. الدراعات تقول لي بصي الحته دي فكت خالص، لا ما شاء الله من اول اسبوع انا نازله يعني 3 4 كيلو، حاجه حلوه جدا. فكل كون ان انا قاعده بتكلم مع جسمك في المناطق العنيده حتى راجل او ست، ده نجاح طبعا. اني مش منزلتك شويه دهون وشك ورقبتك وتلاقي نفسك رفعتي جدا من فوق، ستايلات الدايت الغريبه، جسمي لسه زي ما هو صحيح. دي مزعجه، دي حقيقة، وتبقي حزينه ان انا تعبت، جسمي بان قوي من فوق وعظم كتافي بان، ولكن انا جسمي من تحت ستيل صعب ومتضايقه انا، وببص لنفسي ما اتغيرتش. العكس بقى بيحصل، زي ما انت شفتي في الصوره الموضوع كله اتغير من البطن، من الارداف، من تكتلات شديده جدا على الوسط، كل ده كله انا قدرت اتغير. كمان بحافظ على الكتله العضليه، دي مهمه جدا جدا ان ما تعجز. تعالي نشوف صوره كمان، يلا بينا نشوف حاله كمان قبل وبعد. برده هنا الوزن، السمنه المفرطه، برده محمد مصطفى ابطال من المنصوره. يمكن بيزعل مني لما بسيبش ما بحطش صورته معاكي، بيزعل. ما انا بلاحظ ان انت دايما لازم انا فين، انت نسيتيني ليه؟ ده انا عندي يستاهل. يستاهل يستاهل والله كل خير. اي حد اي حاله خست مع دكتور صفا وعايزه صورتها تفضل تنزل على طول، ابعتوا الصور بس. أيوه. ومالكوش دعوه ان شاء الله. يعني احنا هنا مثلا العنصر الرجالي 110 كيلو ما شاء الله نزل، محمد مصطفى من المنصوره، من اهالي المنصوره، وراجل ليه شعبيته قويه جدا، وبعد ما خس بقى الشعبيه الاضعاف اكيد خس 110 كيلو. 110 في كورسات 6 شهور، انت بتتكلمي في كميه قليله جدا
من الوقت انك تعملي عملية تكميم فعلا. لا مفيش عملية تكميم، مفيش جراحات، مفيش زيرو غرزة دخلت جسمه، هو بل اصبح بقى ايه رياضي كمان يعني، بيحاول الله. كمان يحسن من مستوى شكل جسمه وعضلاته، الحلم اللي كان فاكر نفسه عمره ما هيوصله ان هو يبقى طبيعي وكمان جسمه سمارت وعضلاته وحاجات عمله في خلال 6 شهور. هو توكل على الله وطلب الكورس وسحب 20 كيلو في 20 كيلو. الموضوع بمنتهى البساطة منتج آمن ومتابعة طبية بس. بس هي دي اهم هي حاجه، دي اهم حاجه. وفعلا احنا بنحقق المعادله وبننجح جدا بواسطه اللي احنا بنعمله ده. والنهارده كورس الابداع متضاف لي شهر حوارق، 4 حقن حرق، ده يعتبر شهر خطير يعني. اصبح اضافه زي ما انت كده تعملي اكل حلو وتحطي طبق بتنجان خلاص تكملي دمرتي الدنيا. ايوه الاكل اصبحت مور باورفول، شاريها اكتر، الناس عليها اقبال رهيب. نفس الموضوع، ال4 حقن حرق دول علوا لي الحرق جدا، نحتوا القوام جدا، دوبوا الدهون بطريقه كبيره جدا، وتركيزاتهم قلت لكم النهارده البلس الاكسترا. وكمان منزلين معاها برضو التفكير الثلاثي اللي هو فيتامينات جسمك. احنا لقينا معاناه شديده في فيتامين د، خد فيتامين د. لقينا كرامبات وتشنجات شديده في العظم بسبب المغنيسيوم والكالسيوم وقله الخضار، هتاخد مكمل غذائي. لقينا مودك مش حلو، هتاخد برضو مكمل غذائي يعمل لك سعاده ويعمل لك بليجر. كل المنظومه دي النهارده في البوكس، بوكس الابداع الثماني، 8 منتجات عليهم 75% خصم لمده 2 ساعة فقط، وانا عارفه ان هو هيخلصوا قبل الساعتين ان شاء الله. نلحق كلنا يا جماعه. تعالي نقول وسائل الاتصال تاني عشان اتمنى بجد ان انتوا كلكم تلحقوا الكورس النهارده. الاسبوع اللي فات في ناس كتير ما لحقتش وقعدت تبعت وتقول، واحده يعني واحده صعبت عليا قوي تقول لي انا محتاجه كورس الابداع ده بالذات، انا محتاجه المكونات اللي فيه. فالحمد لله ان انت نزلتيه لنا تاني. ارقام التليفونات على الشاشه، هي مش رقم ولا 2، قدامكم 6 ارقام، اتصلي بالرقم اللي يعجبك. طيب كله مشغول، فلنفرض كله مشغول، مش حجه، خشي لي على الواتساب بتاع اي رقم من دول بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. ادخلي على الواتساب واكتبي يا دكتور يا دكتوره، او اكتبي يا جماعه انا عايزه كورس الابداع بس، اكتبي بس كورس الابداع بس مش اكتر من كده. وكمان صفحه الفيسبوك هتنزل لكم، يلا ادخلوا عليها في كومنتات او في الرسائل، اكتبي بس كورس الابداع وهتلاقي على طول الفريق الطبي بيتواصل معاكي ويفضل بقى معاكي خطوه بخطوه. يبقى يا دكتور عندنا 3 وسائل اتصال، ارقام التليفونات والواتساب وكمان صفحه الفيسبوك، ما لهمش حجه. واظن صفحه الفيسبوك هم كده كده قاعدين على الفيسبوك. أيوة. فاعملي حاجه نافعه بقى يعني اعملي حاجه نافعه ليكي ولصحتك بقى، ادخلي كده في الكومنتات، او لو مش عايزه حد يقرا الكومنت بتاعك او يعرف ادخلي في الرسائل. صح كده، ادخلي في الرسائل واكتبي كرسي الابداع، هتلاقي على طول الدكاتره بيتواصلوا معاكي. بس كل الابداع بتاع الشيف هاله تمام كده، علشان الخصم الكبير هو فتره معينه بعد شويه بيروح الخصم بيترفع، فلازم اقول الشيف هاله كورس الابداع هينزل لك بخصوماته باقوى كبسوله، لان حالات الشيف هاله بتبقى معاها. فمتابعين الشيف هاله دايما يكتبوا اسم الايه الكورس وكمان تبع الشيف هاله. حلو قوي، خليكم فاكرين النقطه دي كويس، وخليكم فاكرين برضو ان النهارده الشحن مجانا لجميع المحافظات، والمتابعه كمان مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى يا جماعه، هياخد بايديكم خطوه بخطوه لغايه ما توصلوا لبر الامان ان شاء الله. شكرا يا دكتور، ميرسي قوي يا شيف هاله، نورتيني يا حبيبه قلبي. اشكرك، اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم يا رب على الف خير ان كان لنا عمر ان شاء الله في حلقه جديده تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر. السلام عليكم.